ان شاء الله بنعمل جلد في وسط الاسبوع. من اول الاشكال اللي زي رمضان ما بقت بتيجي الصيدليه هنا وبتقفي تتوشوشي معاهم. انا ما اسمحلكش تتهمني اتهام زي ده، انت ما عندكش اي دليل اصلا على اللي انت بتقوله. كده كده البوليس هيجي وهنعرف مين اللي عنده دليل على اللي بيقوله. بوليس ايه؟ بوليس ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انتوا فاهمين انتوا بتقولوا ايه اساسا؟ انا عندي تفتيش من الوزاره، ولو لقوا انه في عيله طلعت من غير روشتات هيتهموني اني بتاجر في الترامادول لحسابي. يعني انا اللي هروح في داهيه؟ انا اللي هوديكوا في 60 داهيه. انتوا بتتبلوا عليا اصلا؟ يعني ايه تقولوا لي في ترامادول ناقص وانا مالي اصلا؟ يا سلمى تعالي صوتك ايه؟ في حد فيهم عامل لك حاجه؟ في عيله ترامادول ناقص يا يحيى، وبيتهموني ان انا اللي سرقت العلب دي وعايزين يجيبوا لي البوليس. سلمى هتسرق تيمو؟ والعلب دي راحت في الشيفت بتاعك ولا الشيفت بتاع برنس؟ لا في الشيفت بتاعها هي. وانت ايش ضمانك ان هي راحت في الشيفت بتاعها هي؟ يعني مش عايز تحترفي ونحل الموضوع سلمي قبل ما البوليس يجي؟ لا يا دكتور احنا عايزين البوليس، وانا قاعد معاك بقى لغايه لما البوليس يجي اشوف اخدها ايه معاك. ودي ايه البوليس ايه؟ بقول لحضرتك انا ما خدتش حاجه. انا يعني ايه اللي انت بتقوله ده اساسا؟ انا سالم. استني حضرتك دورت في الصيدليه كويس صح؟ واثق قوي من نفسك. اكيد ما دورتش كويس. لا لا لا، هو دور كويس بدليل اهو. ودورت هنا بقى، ما دورتش انت هنا. ها اهي العلب اهي. ما تبص اهي، اهم العلب اهم. هم فعلا اهي يا دكتور. انا اسف يا نسا سلمى، حطي نفسك مكاني، انا اللي كنت اروح في داهيه. لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني. انا هسيبك الشغل اصلا وامشي عشان ما تعرفش تتهني بحاجه تاني. والله العظيم انا غلبت الصيدليه الصبح عليهم حته حته، ما اعرفش ازاي كانوا هنا وما شفتهمش. انا اسف يا سلمى. عشان ربنا ما ضيعش حق المظلوم. انا مش عارف اقول ايه في الموقف المحرج ده. ما تقولش حاجه يا دكتور، حضرتك مش هتشوف وشي تاني. يلا يا يحيى روح انت سلمى. يلا يا يحيى سلمى روح. قلت لك الله فين بيت حقها يا دكتور. قدهم لها لو طلعوا ناقصين هرجع له تاني. خلي عندكم ضمير بقى، ابقى دور كويس بدل ما تتهم الناس دول يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. سرحان في ايه يا مسيو؟ مش تخبطي قبل ما تدخلي؟ والله خبطت، بس انت اللي سرحان، مسافر في دنيا تانية خالص. بص يا مريم، انت عارفه انا بحبك قد ايه صح؟ ابعدي بقى عن وشي دلوقتي عشان ما اقلبش عليكي، مش عايز لعب عيال. هو انا يعني يا مسيو عشان بطمن عليك ابقى عيلة؟ عايزه ايه؟ احنا ورانا ايه غيرها؟ شمس الشموسه. مالها شمس؟ هو انت يا مسيو يعني ليه بتتعامل معايا على اني عيلة صغيرة؟ على فكرة انا خدت بالي من كل حاجة حصلت في المستشفى. وعايز الصراحة يعني؟ الصراحة الصراحة يعني قولي الصراحة. أنت اللي غلطان. أنا غلطان؟ ليه إن شاء الله؟ دلوقتي يا مسيو واحدة لسه سايبة شغلها وحياتها كلها متشقلبة، محتاجة اللي يمدلها إيد المساعدة. بعدين يعني وهي بتغرق كده مش ممكن هتقولك إنها بتحبك، حتى يعني لو كانت بتحبك بجد. بس أنا حاولت أساعدها كذا مرة، هي اللي ساعدت. وبعدين أنا أصلا بتكلم مع عيالة صغيرة في الموضوع ده ليه؟ قومي على فصلك يلا. قومي على فصلك. تاني هيقولي عيلة صغيرة. يا مسيو أنا اللي أدي دلوقتي معاهم نونة، بس هي فين بس النفس؟ نونة؟ طب قومي يا نونة اطلعي على فصلك وما تروحيش لما تعدي عليا عشان أروح معاكي. بجد والنبي؟ آه، عشان أمد إيد العون والمساعدة للغريقة اللي بتتكلمي عنها دي. الحمد لله أبو الهول نطق يا ناس يا إخواتي. مريم قومي من قدامي دلوقتي، قومي. يا للهبل. انا بجد ما كنتش متخيله ان هم زباله قوي كده. انا اول ما قالوا ان هم هيبلغوا البوليس حسيت ان رجليا مش شايلاني اصلا، كان هيغمى عليا. لولا ربنا بعتك ليا في الوقت المناسب. قولي الحمد لله ربنا سترها. يحيى انا بجد صعبان عليا نفسي قوي. بس خلاص بقى صلي على النبي. اسلم عليه الصلاه والسلام. كويس ان احنا طلعنا على هنا وما دخلناش الشقه على طول. شمس بقى كانت تقعد تسالني مالك، تروح تقول لتيتا وحكايه اصلا مش ناقصه. فعلا مش ناقصه. سلمى انا ممكن اقول لك على حاجه؟ قول. انا كمان سبت البلاي ستيشن، خدت فلوسي وسبته. عادي نقيل علينا. انا لو انت سيبنا الشغل في يوم واحد ان
شمس كمان سابت شغلها. إذا كلنا هنضطر ندور على شغل بالتالي. لا إن شاء الله لا تاني ولا تالت. قبل شمس كلمتني أستاذ راتب المحامي وقالت له يعني إن أنا أشتغل معاه محامي تحت التدريب، وقال لها إن هو إن شاء الله هيديني مرتب كويس، وبعون الله يعني لما أتخرج يبقى يعيني عنده في المكتب، وساعتها بإذن الله هنقلكوا نقلة تانية خالص. والله أنت شكل الفلوس هتغيرك يا يحيى. أنا؟ عارف أنت هتبقى مين؟ مين؟ هتبقى زي المحامين اللي بيدافعوا اللي بيمص دم الغلابة. ليه بس كده يا سلمى؟ يحيى أنا عايزاك تدافع عن المظلومين. ماشي، بس أنا أعرف منين يعني إذا كان مظلوم ولا مش مظلوم. المظلومين غالباً ما بيبقاش معاهم فلوس يدفعوا أطعم المحامي. خلاص اعمل كده، بس موضوع النقلة ده بقى نسيه. اجيب فلوس ليه؟ حكي بقى. صلى على النبي كده وكل حاجة تبقى زي الفل ان شاء الله. وحقك عليا. ايوه حاضر. شكلك قمر وانت ست بيت على فكرة. ايه المفاجأة دي؟ فجأة حلو؟ طبعا حلو. ازيك يا شيخ؟ طب ما بسم الله ما شاء الله، يعني عندنا الشقة واسعة وكده، فندخل نقعد جوه بدل الوقفة ديت يعني. خش يا لبيب، خش. اتفضل يا شيخ. بقول لك ايه يا شمس؟ بعد يعني المريالة اللي انت لابساها دي وكده والاكل اللي بتجربي فينا يعني كل يوم وكده، لو يتأكلنا ايه بقى النهاردة ان شاء الله؟ فيجيتيريان لازانيا. يا لهوي عليا. ايه ده، بس انا بحبها باللحمة. وانا كمان. بس الخضار احسن من اللحمة، افيد. طب ما تحط لنا يعني اللحمه على جنب يا شمس. حاضر يا لمده، المره الجايه ان شاء الله. طب ماشي، انا هدخل اغير عبال ما تجهزي الاكل. عبال ما انتوا جايين 10 دقايق والاكل هيبقى جاهز. بموت فيها. ايه ده، دماغي خفيف اصلا. انا محضر لك مفاجاه. مفاجاه ليا انا؟ ايه بجد؟ بصي يا ستي، ده قاموس. قاموس؟ ايوه. وده كتاب. انت بقى هتعملي ايه؟ هترجمي الكتاب ده. اظن بقى مفيش خدمه احسن من كده، توصيل الشغل لما نزل. ايه يا شمس مالك؟ مش عارفه، شغلانتين فشلت فيهم وبجري ورا القضيه لغايه دلوقتي، وبحاول اظبط حياتي الولاد وابقى سبورت ليهم، وعيا ماما صباح، بحاول اذاكر طلع عيني عشان اخد شهاده تسندني. حاسه اني بتعب قوي، والطاقه كبيره طالعه مني، مفيش. انا نفسي اشتغل، ونفسي اشتغل كمان شغلانه تجيب لي فلوس كويسه. ما هو لحسن الحظ بقى ان الشغلانه دي كويسه جدا وهتجيب لك فلوس كويسه جدا. انا رحت لواحد صاحبي شغال في قسم الترجمه في مركز دعاله، ورشحت لهم الروايه دي عشان تترجم. بعته بقى للناشر في انجلترا وخدوا الحمد لله الموافقه. وكمان موضوع الرواية ده يهمك جدا وهتحبيه. عارفة عن ايه؟ ايه؟ عن واحدة عندها وسواس قهري. دي قصة حياتها. مسكراتها؟ ايه؟ انت ازاي عملت كل ده وانت ساكت؟ ده انا بقالي شهر بسعى في الموضوع ده. بس قلت بقى ما اقولكيش لما اخد الموافقة النهائية. هنروح بكره ان شاء الله عشان نمضي العقد وناخد اول دفعه من الفلوس، وقدامك 4 شهور ترجمي الكتاب. بس انا بقى متاكد هتخلصيه بدري، وممكن نطلب كمان كتاب تاني بعدي. مش عارفه يعني، حاسه ان انت مديني ثقه كبيره قوي انا ما استحقهاش. هحكي لك حكايه. كان في واحد حطب طلع الغابه عشان يقطع شجره، خد معاه البلطه وقعد يضرب فيها 99 ضربه لغايه ما يئس وتعب وروح. تاني يوم بقى جه واحد حطاب تاني خالص، وراح ضربها ضربة واحدة بس، وقعت. ما تستهونيش بأقل حاجة، ممكن تجيب لك نتيجة هايلة. ساعات بحس إن أنت بتعاملني زي بنتك الصغيرة. طب هتصدقيني لو قلت لك فعلا إني بعتبرك زي بنتي مش بنت عمتك؟ يا سلام. بجد؟ إيه أخبار الوسواس معاكي؟ يعني أحسن كتير الحمد لله. يعني بيجيلي قليل، بالذات لما يحصل حاجه فجاه او حاجه مش متوقعها، بس ما بيسيطرش عليا، انا اللي مسيطره عليه، والحركات النمطيه قليله جدا. على فكره واضح جدا. ايه يا شمس، انا قلت حاجه؟
شيوت بتتحرق والله هتتحرق. ممكن اعرف ايه ام الموضوع المهم اللي جايبني عشان في ام الخرابه دي دلوقتي؟ بص بصراحه كده بصراحه كده يا كيمو انا عايزاك يعني تيجي تتقدم لي رسمي تقرا فاتحه وبس نو مور يعني ناثينج مور حاجه سامبل يعني. نعم يا اختي اجي اتقدم لك انت اتجننتي؟ هو الموضوع سهل كده يا كيمو؟ تعالى تقدم لي فهاجي اتقدم لك والنبي. وبعدين اجي اكلم مين ان شاء الله؟ اجي اكلم الاستاذ يحيى ولا الاستاذه سلمى ولا الاستاذ الضيفه اللي معرفش اسمها ايه عندكم دي؟ بص انت تروح تدا دايركت كده على المستشفى وتطلب ايدي منها. ما هو عادي يعني ما هو سلمى وخطيبها بردك عملوا كده يعني. يا سلام يا اختي بنتي يا مريم اتجننتي؟ سلمى وخطيبها ايه؟ مبدئيا سلمى في الجامعه اكبر منك بكتير، يعني بعد ما تخلص دراسه ممكن تتجوز عادي جدا. خطيبها بيشتغل وبياخد مرتب، انا ولا بشتغل ولا باخد مرتب ولا انت في الجامعه. هو انت ليه يعني بتقفلها في وشي كده اهو؟ اذا كانت على تيتا انا بعرف اقنعها، او والله بعرف اقنعها. يا كيمو انا نفسي اترحم من يحيى اخويا وسلمى كمان، وحتى شمس بقت بتغلس عليا دلوقتي، كل شويه رايحه فين يا مريم؟ جايه منين يا مريم؟ حاجه يعني اوفر. انت فاكره بقى ان احنا لما نتخطب مش هقول لك رايحه فين يا مريم وجايه منين يا مريم صح؟ لا يا حبيبي بس احنا يعني لما نتخطب هم ثلاثه عليا، لكن انت واحد بس، هعرف يعني ان انا اتصرف معاك يعني عادي يعني. يا سلام. طب يلا انا هطلع بقى عشان ما اتاخرش،